صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله قرار رقم واحد لسنة 2024 بتكليف وزير التنمية المستدامة للقيام بمهام الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية جاء فيه يعهد إلى وزير التنمية المستدامة القيام بالمهام الفنية والإدارية للرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية وذلك إلى حين تعيين رئيس تنفيذي جديد للمجلس